بعد صدور المرسوم التنفيذي الذي يقضي بإجبارية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، أضحت هذه الملصقات تملأ الصيدليات التي تعرف إقبالاً كبيراً من طرف المواطنين الذين ثمنوا هذا القرار. أنا نظن يعني الدولة دارت حاجة مليحة، ويعني من واجب كل مواطن يدير الكمامة ديالو، وهذه يعني حاجة ضرورية يعني لصحة الإنسان وصحة المجتمع. أنا جيت دوك من داري قليل الناس اللي عاملين الماسك. أنا شخصيا أعطيت ماسك للحومة، في الحومة جاي كان عندي دي ماسك، عندي ولاد أختي توبا ما حبوش يديروهم، ما حبوش يستعملوا. في الوقت الذي التزمت فئة من المواطنين بقرار الحكومة، وجدنا فئة أخرى رفضت الامتثال بحجة غلاء أسعار الكمامات. 10,000 بوحدة، كاين موسلاحة كاين موسلنا كاين واحد كيفه يخمى 10,000 يشريها خبزات ولا يشريها كمامة. نقابة الصيادلة أكدت أن أسعار الكمامات مقننة، وبإمكان أصحاب الدخل المحدود صناعة كمامات منزلية تكون بديلة عن التي تباع. كاين كمامات بديلة، يعني ما يسمى بالفرنسية لماسك ألترناتيف، هادو يعني كل مواطن يقدر يخدمهم في البيت نتاعو، وهذه الكمامات هادو الإنسان يقدر يغسلهم ويستعملهم 20 خطرة، يعني حل للمواطن اللي ما يقدرش ربما يعني ما يقدرش يشري كل يوم كمامة. ويعاقب المرسوم التنفيذي المخالفين للإجراءات الوقائية بغرامة مالية من 10,000 دينار جزائري إلى 20,000 دينار، كما يعاقب بالحبس لمدة 3 أيام على الأكثر. إلزام المواطنين بارتداء الكمامات هي أولى خطوات الحكومة للعودة التدريجية إلى الحياة العادية، فلا مفر من التعايش مع هذه الجائحة التي أنهكت الاقتصاد وغيرت حياة الناس. حسن جزيري، قناة الغد، الجزائر.